بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأفضل جل جلاله عما نوال. ربنا اختم لنا بالصالحات وخذ بأيدينا حتى لا نقع في الموبقات. آمين يا كريم يا عدل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرضى ننتقل للآية الثانية. قل يا حبيبي الأول محمد عليك الصلاة والسلام، قل قلنا علاقتنا بكل هذه علاقة ما تتصورها في البال. أما شو يقول أق تل فعل كل يقول أق وما يكملش لأنه يعرف لفظ المخاطب ماذا يفهم عنه، وهذا معناه نهاية في الخبث على في اللغة. لكن وراء ذلك تلك المؤامرات على خلق الله بأق، ما لا أصحابه إن لم يعجلوا بالتوبة إن شيروا العجب العجب عجاب. وارجعوا إلى الآية التي تقول يقتل مؤمنا وغير مذنب حتى يحل دمه فقد باء بغضب من الله ويخسر في دنياه وأخرى. يقول ربي قل من حرم زينة الله، وقالك خذوا زينتكم. هنا قل من حرم زينة الله، الزينة جات حدا ولا فم من أتى بها وأنعم بها، سنرى في الشريط الآتي إن شاء الله تعالى.